السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في مباشره من مدينه سطات. كنت واجد بالان امام واحد الجداريه ديال الملك ريان الله يرحمه. معنا واحد الشاب سي عبد الفتاح الهواري، رسام فنان تشكيلي بالمدينه ديال سطات، اللي رسم هاد اللوحه يعني ترحما على الروح الطاهره ديال الملك ريان، بتنظيم من واحد الجمعيه يعني جمعيه ديال الفنون التشكيليه للاعمال الثقافيه بحي بام. هذه الجمعيه اللي دارت هذه البادره كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر من امام هذه الجداريه ديال الطفل ريان، اللي تقريبا كل العالم انه يعني تصدم بهذه الفاجعه ديال الموت ديال الطفل ريان. كنحييكم مجددا متابعي قناه شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر. معنا السيد رئيس الجمعيه ديال الفنون التشكيليه للاعمال الثقافيه بحي بام، اللي غادي يتكلم لنا عن الخلفيات ديال هذه الصوره والظروف ديال الرسم ديالها. تفضل الاخ. السلام عليكم، معكم نجمي نجيب رئيس جمعيه الفنون التشكيليه والاعمال الثقافيه، اللي ديما كتقوم بالبادرات ديالها واللمسات ديالها. وبالنسبه لهذه الجداريه اللي كتشوفوا في الخلف ديالي، هي جداريه ديال الملك الطفل ريان ترحما على هاد الطفل. وكيفاش جاتنا الفكره نرسموها؟ عشنا ديك الماساه اللي عاشوا والدي وكي عاشوا المغاربه واللي عاشوا العالم كامل، وبقينا متبعين وساعه بساعه ودقيقه بدقيقه اللي تقالوا الله يرحمه. ومن هذا المنبر يعني كنعزي الاهل ديالو باحر التعازي لنا، وكنطلب الله ينزل عليهم الصبر والسلوان من هذا المنبر ومن هذا اللايف ان شاء الله. وكنحيي جميع المغاربه اللي راهم بقى فيهم الحال، وكنحيي اي واحد اللي دار اللمسه ديالو على هذا الشاب او لف شي لمسه من جميع النطاقات. وبالنسبه للرسام اللي رسم هذه اللوحه هذه، راس الفنان فتاح الهواري هو اللي قام بهذه الجداريه، تبارك الله عليه، وراه فنان كبير تبارك الله معروف هنا في مدينه سطات. وبالنسبه للاعمال ديال الجمعيه، راه ديما كتحط اللمسات ديالها في اي بلاصه، علاش؟ على الجماليه ديال الحي. وكنشدنا اي جمعيه، اي تعاونيه، اي متطوع يدير بحال هاد الاعمال يحط اللمسه ديالو. كيفاش كانت يعني الفكره ديال انه هاد الجداريه ديال الطفل ريان انه تكون يعني كبادره طيبه وك يعني واحد الخطوه استثنائيه وفريده هنا بالمدينه ديال سطات؟ الخطوه اللي خديناها والتعبير اللي خديناه بهاد بالنسبه لهاد الجداريه ديال هاد الملك ريان الله يرحمه، خديناها كتعزيه الاهل ديالو باسم مدينه سطات كافه، وبمدينه وبالنسبه للحي بام كافه واحد بواحد، وباسم الجمعيه الفنون التشكيليه، وكتنوب على جميع السطاتيين وعلى جميع الساكنه ديال حي بام، كنقدموها كتعزيه للاهل ديالو والمغاربه كاملين. يعني بالنسبه كانت غير هذه اللوحه بوحدها، هذه ديال الطفل ريان بوحدها، ربما كاين شي لوحه اخرى وما فراسيش، ما نكذبش عليك، هنا بالمدينه سطات باقي ما طالعتش على الاجواء. وما نكذبش عليك، انا كنفتخر بانه راه كيتواجد معنا واحد الفنان الكبير اللي حط تبارك الله عليه، راه اللوحه رائعه. ولو خدينا الصوره ديالها عباره عن ماشي الصوره الاصليه، يعني صوره عين اللي ضعف اللي كاينه اللي موجوده اللي كاينه هي اللي خدينا عليهم، ما كون كانش يعني حاولنا نحطوا الصوره. وتبارك الله على الرسام ديالنا السي فتاح. انتم كجمعيه يعني درتوا هذه اللوحه ديال ريان، جمعيه ديال الفنون التشكيليه للاعمال الثقافيه بحي بام، درتوا اعمال تشكيليه اخرى، يعني كتحاولوا انه تزينوا الجدران ديال الاحياء والنظافه ديالها. الهدف ديالنا من هاد الزين ديال الجدران، والهدف ديالنا من هاد يعني هاد اللمسات، غير زرع واحد الروح في هاد الجيل اللي جاي صائد. يعني المشاكل ديال يعني ديال الازبال ولا الوسخ ولا الهيئه ديال الحي ولا يعني حتى الاناقه ديال الحي، راه كتجي الاكثر الاغلبيه كتجي من الشباب الصغار. يعني كنحاولوا نزرعوا فيهم هاد البادره ويكونوا معانا مشاركيننا في النظافه، مشاركيننا في الرسم، كيشاركونا في بزاف المسائل، ولكن كنحاولوا نخليوها يعني
يعني حل كيفاش بغيت نقول لك، يعني تحسيس للشباب وتحسيس للساكنه باش يخليوا الاناقه بالجبل. وما نكرهش انا اي واحد متطوع يحط شي لمسه عير، يعني عير دير، يعني لو تخلق عير الوان متابعه كتخلق واحد الجداريه. كومي ما راك حطيتي واحد اللمسه، ولو كان كاع الانسان غير على الحي ديالو وغير على المدينه ديالو راه حنا غنوصلوا، يعني راه غنفوتوا في الشاون ونفوتوا الى كانوا بزاف، يعني من الامثال ديال الدراري اللي عندنا وكاع اللي موهوب بهذا الرسم هذا. شكرا الاخ مرحبا. سي نجمي نجيب سي نجيب نجمي نجمي نجيب رئيس الجمعيه ديال الفنون التشكيليه للاعمال الثقافيه بمدينه صفاقس بالضبط حي بام اللي داروا هاد البادره. تحياتي لكم وتحياتي للشوف تي في اللي راه ساندتنا وجات لعندنا، وتحياتي للاخ محمد وتحيه للجميع. مرحبا. كما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في، يعني مباشره من حي بام بالضبط، من هذه الجداريه اللي هي دارت في هذا المستوصف، الجدار ديال المستوصف ديال حي بام، جداريه ديال الطفل ريان اللي كانت من الرسم ديال الفنان التشكيلي عبد الفتاح الهواري اللي نظمتها الجمعيه ديال الفنون التشكيليه للاعمال الثقافيه بحي بام. هذه جداريه ديال الطفل ريان ترحما عن الروح الطاهره ديال هاد الطفل، واللي بالمناسبه يعني كنقدموا التعازي ديالنا مجددا للاسره والعائله ديال الطفل ريان والجميع الشعب المغربي. كنحيوكم مجددا متابعي قناه شوف تي في على التواصل ديالكم.